يعني ناس كتيره جدا كانت بتسالني قبل المباراه، اقول لهم يا جماعه انا شخصيا مطمن لانه فنيا انا افضل وبكتير. قد تكون بعض التغييرات هي اللي ما كانتش كويسه فادت لهبوط مستوى الفريق شويه، ولكن في الاخر انا برضو لمنتقدي بيتسو موسيماني، لمنتقدي بيتسو موسيماني، هو ايه المطلوب؟ هو ايه المطلوب؟ ان انا العب مباراه كويسه؟ ماشي حاضر، هنقول الكلام ده وهنفضل دايما في ظهر فريقنا، لان مفيش حد في العالم بيشجع فريق مش عايز فريقه يظهر بشكل جيد، مفيش مدرب في العالم او مدير فني في العالم عايز يخسر. هو وجهة نظره ان يطلع حسين الشحات وينزل ايمن اشرف زي ما قلت لحضراتكم عشان ايمن يقفل مع علي معلول في الجنب ده اللي كان في الوقت ده تحديدا عندنا فيه اختراقات كثيره جدا ضد النادي الاهلي. من وجهة نظر المدير الفني كده. في الاخر انا ايه المطلوب مني لما تيجي؟ انا على فكره ما اتكلمتش مع موسيماني، انا بتكلم من يعني انا لما ايه اللي مطلوب مني لما تيجي تسال موسيماني؟ هو انا ايه اللي يقول لك كده يسالك؟ يعني لما تيجي تسال موسيماني اكيد هيرد عليك، انا ما اعرفش برضه، هحاول اجيبه قريب ان شاء الله ونساله كل هذه الاسئله. لما تيجي تسال موسيماني هيرد عليك يقول لك طب هو انا ايه اللي مطلوب مني؟ ان انا احسن اداء الفريق؟ حاضر هحسن اداء الفريق خلال الفتره اللي جايه، ولكن في نفس الوقت انا المطلوب مني ان انا اصعد واخد البطوله للمره الثالثه على التوالي عشان اعمل تاريخ لنفسي وللاعبين وللنادي الاهلي. وفي مباريات تكسب ولا تلعب. خلي بال حضرتك، على الرغم من ان انا بقول وباكد ان النادي الاهلي امبارح في الشوط الاول كان جيد، كان جيد، كان ممكن الشوط الثاني خصوصا ان انت اخر ربع ساعه تقدر تجيب فيها يعني ما عندكش، احط ايدك في جيبك وطلع هتجيب اجوان. شوف انا بقول لحضرتك ايه، امبارح في الماتش ده ايوه اللي اتفرج على الماتش فنيا كويس يعرف ان احنا الربع ساعه الاخيره كنا نقدر نجيب جون واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، احنا رحنا بانفرادين او بثلاثه، ولكن لو ركزت صح تقدر تجيب. الماتش ده كان يخلص في اخر ربع ساعه بس، ممكن يخلص 6-1 مثلا، والله مش بهزر، ممكن يخلص 6-1 عادي جدا في اخر ربع ساعه. فعشان كده انا بقول لحضرتك خلينا دايما في ظهر فريقنا، وخلينا دايما ورا فرقتنا، خلينا نفرح ونتبسط، خلينا نبقى سعداء، خلينا نبقى ننظر لما هو قادم في المباراة اللي جاية.